يعني صراحة بحس الكانسر هو عبارة كان gift from God. هيك بلشت مشواري مع الكانسر. قررت إنه يكون هذا هي زي أكنه هدية من ربنا إنه أنا صار معي كانسر. الكانسر كان بلحقني طول حياتي. معظم عائلتنا بصير معهم كانسر، فقررت إنه بدل ما هو يكون هو سبب بإنه أنا أزعل، صار هو سبب مشان أنا أنبسط وتكون هي تجربة بحياتي إنه تكون very positive. أضبط فيها كل حياتي. قبلها ما بتكوني حاسة إنه أنتي عايشة فعلياً، بس تمرضي بتعرفي إيش معنى تعيشي لما بتطلعي برا. يعني مش معناته إنه أنا معاي كانسر انتهت حياتي، بالعكس أنت معاك كانسر معناته أنت معاك شيء حلو رح تواجهه بطريقة حلوة، هذا أهم شيء.